بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أهنيكم مناسبة عيد الأضحى وأتمنى بكل توفيقكم وإلى عوائلكم. اليوم أنا موجود بيناتكم، هذه الزيارة الثانية خلال تقريبا شهرين. سعيد أن أكون مع قادة أبطال قدموا الكثير لهذا الوطن. أقول بكل صراحة، أنتم أبطال العراق وأنتم تستحقون هذه التسمية لما قدمتوه من تضحيات وأعمال ودماء زكية في محاربة الإرهاب والجريمة، وكذلك خدمة الشعب. دائما نحن نقول في الداخلية الشرطة والداخلية في خدمة الشعب، فأنتم أبطال العراق تستحقون هذه التسمية عن جدارة، وأنتم أهل لها.